ب 51 سنة. ماذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا اليوم في هذا اليوم العظيم انتصار 6 أكتوبر عام 73؟ كتب السيد الرئيس على حسابه الرسمي: سيبقى نصر أكتوبر المجيد نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ورمزا لشموخها وعزتها، ففي مثل هذا اليوم سطر رجال العسكرية المصرية وقادتها أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء الطاهرة، وضربوا المثل العظيم بمساندة شعب أعظم في الصمود وتحقيق النصر، ليؤكدوا أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها. حفظ الله شعب مصر وجيشها، وكل عام وأنتم بخير. وكل التحية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. كل التهنئة لسيادة الرئيس، كل التهنئة لجيشنا العظيم وللقيادة العامة للقوات المسلحة ولكل أبطال مصر في هذا اليوم العظيم. بكرة إن شاء الله